جات الحزينة ايش؟ تفرح. ما لقيت لهاش ايش؟ والله مطرح. ما شاء الله هذاك راعي الجيب طلع عنده صقر هناك وقاعد يشوف يلوح لصقره قاعد يدربه. ايوه. انا ولا شايف شيء حاطه في الارض بس ما صدقت يعني ما استوعبت. تو بعدنا شاف الشيء هذا. لا لا لا. نروح على قدام شوية نطلع الشرايع. شوف طار ما شاء الله تبارك الله بدأ يلوح له. والله يا عطا انت موعود. ما شاء الله تبارك الله. كذا يدرب الصقور على القنص. ما شاء الله تبارك الله. ما في يا حبيبي خلاص هذا استولى على المنطقة. المنطقة هذه باسمه دحين. ما نقدر نسوي شيء. هذا ما حيخلص دحين. تحسب يخلص دحين. شوف كيف كلهم يطالعوا فيه. شايفين كيف تطالع الطيور؟ الببغاوات تطالع من الجنب. شايفين كلهم ترى يطالعوا فيه بس من الجنب. احنا نطالع على طول. الصقور الجوارح هذه شوفوا ما شاء الله ارتفع فوق شكله ذهني بيذبك ولا ايش يسوي. الصقور والجوارح هذه لما تطالع في الفريسة تطالع بوجهها كذا توجه وجهها. الطيور اللي ما اللي تعتبر فرائس زي كذا الفرائس. ليش سبحان الله؟ عشان الجارح اللي بيفترس المفترس يكون مقدم على طول. اما اللي يكون في وضعية الافتراس شوف نازل نازل نازل. ابغى انزل نزلة الاسد ولا ايش. شوف اما اللي في وضعية الافتراس تكون زاوية الرؤية عنده مفتوحة على اليمين وعلى اليسار عشان يشوف مصدر الخطر من فين جاي. وهذا بالضبط الجارح. السلام عليكم. عادي نجيك؟ الله يبارك فيك. انتم خليكم احسن لكم لا تصفر ولا شيء. احنا تيجي على غير نفس الهواية بس الطيور مختلفة. سلام عليكم. ايوه يا رجال احنا دحين. ما شاء الله. لا ما باخذ ولا شيء ما شاء الله تبارك الله. لا ما باخذ خلي اعطيك اياه تصور. ضبطني ايوه خليني بس ياخذ هذا. بالعافيه ما شاء الله تبارك الله. انت تزعل مني اذا جيتك؟ لا ما شاء الله. لا خلاص سيادتك عندي. احنا معنا طيور بس معنا فرائس. ما شفنا ما شاء الله. شفنا الشيخ يقول لك اذا حضر الله بطل التيمم. والله شفت على طيوركم نزل عليها. ايوه ما شاء الله تدرب فيه ما شاء الله. الشبوط اللي كان طاير هناك وقاعد اصور ذاك الشبوط ما هو تبع. ما شاء الله تبارك الله. هذا شيخ الطيور شيخ الجو. عاد عندنا الطيور الببغاوات اخذوا المصطلح ذا منكم هدد. ها هذا الهدد هذا الببغاء يروح ويرجع لك. ايوه يروح ويرجع. انت بس لو هذه لو ربطتهم تعال اتفرج معنا. ايوه لانهم لو شافوا بعض هذول ما عاد يرجعوا. لا 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 ايوه لا لا خذ راحتك خذ راحتك. الله يكرمك خلاص محل واسع يعني. اي لا ما شاء الله عليهم ذلك ما يعرفوا. خذ هذا باليسار ما شاء الله. خذ باليسار بسم الله. النقلة الصحيحة تجيه من نورا. هذا النقلة الصحيحة.
لا ايش ايش رايك الوضع اللي انت فيه دحين ايت احسن؟ ايوه خلاص تصور انت كيف تصور ليش لا الا شكله شاله ومشي البيت خلاص خارج خارج ولا راجع لا تكبس فرامل خرج 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 الطيور يلا تعال تعال يلا 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 سيب هذي اطلع سيب دي يا ولدي يلا تعال تعال يا ابني سيب هذي يلا 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 جو واحد اثنين ثلاثة اوب ما شاء الله بعد مرة دبك تروح هتعطى ولا هتعطى حتى انا وانت واهتلم شوفوا من دتيت هلا 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 نوني هلا رجع رجع تعال نوني رجع 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 روح روح ما ابغاك انا سيب مالك صلاح يا مؤذي كيف حالك شو اخبارك بيلا ماريو المودي ما حتكلم لا تجي ايه روح ها تروحوا انسحب الدابة ما شاء الله عليكم يا شباب بطل مايل يطرد الحديد. الغربان تعتبر من الجوارح اللي تطرد الطيور ما تبغاها في المنطقة.
عشان كذا الغربان برضو مشاكل، لان هذا يعتبر دخيل عندنا في الحاره. هذا دخيل الغربان. ايوه تعود الغربان، تعودت على طيورنا هنا، فاهم علي؟ ما تاذى طيورنا، فهذا جديد دحين في الحاره، حينجلد من الغربان جلد لو قوه. خليك ثابت، لا تخاف، لا تطير، ما يجيك شيء، لا تخاف. شوف مايلو فوق فوق العمود. مايلو من النوع الميليتري مكاو، الميليتري مكاو، ما شاء الله عليه. اذا فيها خير تجي. شوف مايلو يا ولد، ارجع ورا الهواء يلا. سبحان الله يا شباب، قاعد تاكل في الجو، في شيء في رجوله مسكته وقاعد تاكل في الجو. سبحان الله، ترى منظر ما تصيد بالكاميرا، انا شايفه بعيني. سبحان الله سبحان الله. خلاص هنا ما شاء الله تبارك الله، طيور طيور الطيران الحر، الفريق السعودي للطيران الحر ما شاء الله. خلاص ايوه ايوه شايفه، شايفه ما شاء الله. خلاص تقدر تقولوا مختمين. ايوه انا استني نفط الكريش يبي يطلع عطى من اول، بس ما نطلع. خليك شويه ما نطلع هاي الاشياء فيه. اليوم تحديات، طلعنا النشيط. والله ما يدري يا ابو عمر، الجبل ترى عشان التكسير بس.